ببلش أول شيء أميرة لندن، هذا براند أنا صار لي توه فترة قصيرة قاعد أستخدمه، هو ليكويد جولد أويل، تستخدمونه على وجهك بيور ليكويد جولد في فيتامين إي، وأنا اللي أسويه إنه أحطه على وجهي ومرات أخلطه مع الكريم كونتور أو الفاونديشن مع كل شيء يصير سموث جلو. وعقب ما أخلص الميك أب توتوريال عشان أصير لويا راح أحط لكم كل المنتجات ووين تلقونهم وشنو البراندات وكل شيء. هالباليت من ميك اب فور ايفر بروفيشنال، تخيلوا هذيل الفاونديشنز كونتور هايلايتس تستخدمونه هذا مثلا حق كاركتر، وموجوده اكسكلوسيفلي بس بوتيكات، واليوم قاعد استخدمها لانه وراي تصوير مع دار الطيب بعد شوي، فابي شيء هذا حق التصوير عروس اي شيء. فاول شيء راح اخذ هالسالمون كلر وراح احطه حق تحت العين لانه هذا اي سواد تحت العين راح يروح. بس بوريكم هالسالمون افتح من هذا، هذا بعد زين اللون انكم تخلطونه عشان تاخذون درجة حلوة وايد ناتشرال ما يكون وايد ابيض. 2-3 drops is more than enough حق اللون كله. سوي لمسات سريع، انا اصلا حطيتها مو بس عشان زين حق البشرة بس لانه قاعد استخدم مكياج اليوم خيالي من ميك اب فور ايفر هالباليت اكسكلوسيف اكسكلوسيف. وهذه هي المناطق اللي بيسوي فيها هايلايت، راح اخذ هاللون اللي هو شوي شوكولاتي حق الكونتور وراح ابلش بالكونتور، وبعدين حق باقي وجه راح اخذ هاللون اللي شوي الاندرتون ماله يلو وراح احطه بالمناطق اللي انا ابي اسوي فيهم هايلايت. الحلو انه شنو الفاونديشنز وايد خفاف و very easy to blend، فراح قاعدة أخلط هاللونين نفس ما قاعد تشوفون قاعد أخلط، لأن مرات أنتوا تبون يكون لون الكونتور مثلا هني أغمج بس حوالين يكون درجة أفتح عشان البلاند. وبعدين قاعد أخذ الميك اب فوريفر الترا اتش دي فاونديشن رقمه N123، هم هذا حطيت لكم إياه بالبوتيك وراح أستخدمه عشان أسوي بلندنج حق الوجه كله. بس بوريكم شلون هالباليت والميك اب فوريفر خيالية، خاصة إن أنت تحبين تصورين كاميرا، إذا عندك عرس عرسج أي شيء في كاميرا. وايد سهلة تسوي لها بلند، انا الحين قاعد اسوي بهالفرشة ونفس ما تشوفون فول كفرج والشاين مالها حلو. وهذه البرش اذا تبون تاكدون انه ما في ولا مكان يبين مثلا خطوط من الفرشة، مسحة بسيطة خفيفة كلها. وعشان اثبت اللي تحت العين الاماكن فيها هايلايت قاعد استخدم هالو فلولس من بنفيت اسمه ايفوري، ثبت الميك اب. والحين هذه الكونتور باليت من انستازيا، هذه لايت تو ميديوم، نفس ما قلت لكم اول ما اخلص راح احط لكم كل شيء. والحين حق الهايلايتر قاعد استخدم الهاي بيم من بنفيت، هذا هايلايتر ليكويد راح احطه على الاماكن اللي ودي اسوي لها هايلايت، وعقبها راح احط الهايلايت الباودر عشان نثبت الهايلايتر. بعد راح استخدم هالباليت من انستازيا بيفرلي هيلز. او يا الهايلايت، يعني اي واحدة بتقولي شي بسوي لها ما اسمع شنو. واذا تحبون اللون البينك بيتشي خفيف هذا من جرافتوبيان كريم براش كريم بلاش، شي خفيف مسحة خفيفة كذي بلاش تسوي روحك كيوت مع الهايلايت. وهذا بنتنت، طبعا انا ما يعرف بنتنت بس شي شوية على الشفايا. المودرن رينيسانس انستازيا بيفرلي هيلز قاعد اخذ لون ريد اوكر شوية في احمر بيس كامل. وانا راح اخذ اي شادو اسود وبس كذي عند صفطة الجفن، يوم ما راح تفهم سموكي على طول. نزيد الأسود شوي شوي لأن إذا حطينا وايد بلاك صعب نسوي له بلندنج، فحطيت شوي أحمر تحت العين بعد ورديت زدت الأسود. قاعد آخذ ماي فيفورت آي لاينر من ذا بوم أسود وخفيف، البرش حيل ضعيفة يعني ما تصدقون ايش كثر صعب الواحد يسوي آي لاينر على كاميرا سناب شات. وهذيل رموش
House of Lashes اسمهم Spellbound nice and fluffy مع انه عندنا eyeliner. ناخذ الرنش و we just place it on top of the eyelash. كل شيء استخدمتها كل البرودكتس بالأسامي الحين.